أدى ضيوف الرحمن مع بدء فجر هذا اليوم طواف الإفاضة بعد توفدهم إلى المسجد الحرام وسط منظومة من الخدمات والتنظيمات المكثفة التي فعلتها الجهات المعنية بشؤون الحرم المكي ضمن خطتها الميدانية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة وكانت أفواج الحجاج قد قامت منتصف ليل أمس السبت وقبل فجر اليوم بالتحرك من مشعر مزدلفة متوجهين إلى منى لرمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة بسبع حصيات وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج قبل أن يبيتوا في مزدلفة